لكن في هذه المرحلة والكل ينتظر خبرا عن مصير المفاوضات أو إذا كان اتفاق لوقف إطلاق النار سيولد أم لا، هل وصلت وفق المعطيات الحالية المفاوضات إلى طريق مسدود أم مازال هناك هامش للتفاوض؟ حقيقة على مدى شهور ثلاثة كان الإسرائيلي دائما يغلق الطرق للمفاوضات، وكان يحاول جاهدا إيصال المفاوضات دائما إلى طريق مسدود، ولكن دأب المقاومة وحرصها والتزامها بحماية الشعب الفلسطيني والوصول إلى حل يقلل من المعاناة والخسائر كان الحقيقة يضع الإسرائيلي في مأزق ويقلل من نجاحاته في هذا الاتجاه. لكن إذا ظل الإسرائيلي مصرا وظل الأمريكي يمارس دور الدعم والشراكة المطلقة في جريمة الإبادة الجماعية، فالكل يعرف أنه منذ 3 شهور من كان يضع الوصول إلى اتفاق أمام جدران مغلقة هو الاحتلال بمساعدة ودعم وشراكة الإدارة الأمريكية. سيد أسامة، إسرائيل في هذه المرحلة وبالموازاة مع هذا المسار تضغط عسكريا بقوة بحق الفلسطينيين، تهدد برفح، حملات مسعورة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضا. ماذا لدى حركة المقاومة الإسلامية في مقابل هذا؟ أولا لابد من الحديث في نقطتين قبل الحديث عن ماذا لدينا. أولا حتى لا يخطئ السامعون في فهم الأمور، تكرار الحديث الإسرائيلي عن التهديد بالذهاب إلى رفح يحاول أن يزرع في عقول السامعين والمشاهدين والرأي العام العالمي وكأن رفح لا تعاني من أي شيء، وكأن رفح تعيش حياة هانئة وربما تتعرض للمخاطر، فيما الجميع يعرف أن رفح تتعرض للقصف من اليوم 8 من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وأن رفح قبل طوال أيام العيد الماضية تعرضت لقصف متواصل عشرات الشهداء من النساء والأطفال الذين قصفوا خلال احتفالهم بالعيد، لأن الإسرائيلي حتى مجرد فرحة الأطفال لا يريدها. وبالتالي التهديد بالذهاب إلى رفح هو نوع من محاولة التوطئة للجريمة أكثر من أنه تهديد بأن الفلسطينيين سيخسرون شيئا آمنا وسالما. النقطة الثانية، تفضلت وأشرت إلى ما يجري في الضفة. طيب الآن ما يجري في الضفة، لا توجد حماس ولا توجد عملية طوفان الأقصى، ورغم ذلك الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر يجتاح الضفة بل ومناطق التنسيق الأمني وعمق المدن الفلسطينية في نابلس ورام الله وغيرها حيث مقرات السلطة ومقرات التنسيق الأمني الفلسطيني. لم يحرك أحدا ساكنا، نحن نتكلم عن أكثر من 500 شهيد تم تصفيتهم بدم بارد، نحن نتكلم عن أكثر من 10,000 أسير وأسيرة فلسطينيين، نحن نتكلم في 3 أيام الماضية عن عمليات عدوان وإبادة كما جرى في بلدة المغير قرب رام الله، تحرق البيوت والسيارات والمزارع ويقتل المواطنون برصاص المستوطنين الذين يوفر لهم جيش الاحتلال الحماية. ما الذي يعنيه ذلك؟ النقطتان السابقتان ما الذي تعنيانه؟ تعنيان أن البرنامج الإسرائيلي الاستراتيجي الذي أطلقته هذه الحكومة وهو إخلاء الضفة وغزة من الفلسطينيين لا زال قائما ومستمرا، وأن هذا البرنامج لم يمنعه أن نقبل بما يمليه الإسرائيل علينا من شروط، بل إن الذي يمنع ذلك هو أن يتمسك الفلسطينيون بخيارهم في الصمود والمقاومة. وهنا أنا أقول بكل وضوح، بلدة المغير على سبيل المثال هناك من أبنائها العشرات من أبناء الأجهزة الأمنية، مع الأسف لم يطلق أحد منهم رصاصة واحدة على الاحتلال. السؤال لماذا؟ يجب أن يراجع الجميع نفسه بدل أن نجد أن صورة المغير تتكرر مرارا وتكرارا في مناطق أخرى من الضفة الغربية. إذا ما تحرك الجميع للرد على العدوان الإسرائيلي أظن حينها سيجد الإسرائيلي نفسه ليس فقط مضطرا للتراجع وإنما لتقديم التنازلات المطلوبة. شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، شكرا لك.